يتيح لك برنامج Expression Web إنشاء نسخة رئيسية من صفحات الويب التي تقوم بإنشائها لاحقاً، ويمكنك أيضاً تحديد كافة الخصائص الخاصة بها، ومن ثم اكتساب الصفحات الجديدة نفس الخصائص دون الحاجة إلى إعادة تطبيقها مرة أخرى. Dynamic Web Templates ما هي إلا صفحات ويب من نوع HTML سابقة التجهيز. لإنشاء قالب ويب ديناميكي، أولاً قم بإنشاء صفحة ويب تقليدية، ثم قم بحفظها بصيغة .dwt. لحفظ الصفحة بصيغة .dwt، قم بالضغط على File، ثم اختر Save As، واختر من القائمة Dynamic Web Template. بعد ذلك يمكنك إنشاء أي عدد من المناطق القابلة للتعديل Editable Areas داخل الصفحة. قم بالنقر على Manage Editable Regions، ستظهر لك نافذة لتحديد منطقة التعديل. مثلاً قم بكتابة Body في خانة Region Name، ثم قم بالضغط على Add. بعد ذلك قم بالضغط على Close. سيقوم البرنامج بإدراج منطقة بالاسم المختار وهو Body، وإتاحة عملية التعديل بها. يمكنك إعادة تسمية المنطقة من خلال الضغط على Rename على نافذة Editable Regions. لاستخدام القالب الذي قمت بإنشائه، قم بالضغط على File ثم اختر New، وقم بالضغط على Create from Dynamic Web Template، ثم اختر القالب الذي صنعته مسبقاً، واضغط على Open. يقوم البرنامج بإظهار الصفحة الجديدة مع تحديثها بالعناصر والمحتويات الثابتة بها. قم بالضغط على Close. ستظهر لك هذه العلامة عند الإشارة إلى أحد محتويات الصفحة الثابتة. بعد ذلك يمكنك إجراء كافة العمليات كما تريد على هذه الصفحة.